بدأ رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جولة تفقدية بمحافظة المنوفية لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بها، كذلك التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير قرى المحافظة ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة. وقد أكد مدبولي في مستهل جولته حرصه على متابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات الجمهورية، ولا سيما المشروعات التي تندرج ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية الذي يحظى بمتابعة دورية من الرئيس. كما وجه رئيس الوزراء بضرورة دعم الصناع الحرفيين ومنتجاتهم من خلال توفير الدعم الفني لهم وإتاحة المزيد من برنامج التدريب والمعارض الخاصة بالمنتجات.